الله يرحمه والعمر إليك. يا ريت أخذت من عمري وبقيت عايشة. الموت حق قاسي، وما بصير نعترض على حكمة رب العالمين. سامحيني آسيا، سامحينا كلنا. وأنا كمان سامحيني. أنت شو دخلك؟ بظن سمعتني لما اجتمعنا عندكم بالبيت، لما خبرتهم أنه الدكتور مازن أخذ الحكم على المشفى ليسرحوكي. يا لطيف، نفس الشهقة شهقتها خالي نديمة. أساساً أنا عملت كل شيء مشان هي تبقى معزوزة وما تحتاج حدا تتداوى. شربكت 100 كذبة مع بعضهم مشان ما تحس علي شو عم بعمل، لأنه أكيد ما كانت رح تقبل ولا حيهون عليها. وبالأخير شو؟ احتاجت للغريب لحتى يحممها وينظفها. بدل ما أكسب رضاها راحت وهي مصدومة فيه. هذا إذا ما كانت غضبانة علي أصلا. أنتي ما دخلك خلود، ما دخلك، هو السبب. هداك الجلاد يلي جرجرني على المحاكم وخبر عني، هو اللي لازم ينفضح بكل محل، لازم سيرته تكون على كل لسان. هو وانتي مفكرة انه هو رح يسكت؟ ببساطة بيقدر يرفع عليكم دعوة تشهير. مو شرط نخليه يعرف انه نحنا، واذا عرف خليه يرفع دعوة. بدنا نخليه يمشي بالشارع ويحكي مع حاله. هذا الحديث مرفوض بالنسبة لإلي، وما بقبل حتى اني اسمعه سمع. وللعلم هو بالقانون ما اخطأ. أي قانون أستاذة؟ أي قانون؟ القانون نفسه اللي بيحكم على رجال قتل مرته أو بنته بجريمة شرف سنتين ثلاثة، ما نفس القانون هذا بيحكم على جواب الإعدام. يا آسيا مزبوط مزبوط، أنت معك حق، بس ما بيعني نخالف القانون إذا كان ظالم. منحاول نغير، منحاول نلاقي حلول، نعرف شو الدوافع. وأنا بعرف أنه دوافعه ما كانت نبيلة، وهذا الشيء أصلاً يلي خلى